نشكر الأستاذ رضي الموسوي عضو اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد على هذه الورقة القيمة، والتي بالفعل يعني لو بعدت احنا ليه من الوقت لاستمر، يعني رغم ان اعطينا اكثر يعني بس اكثر من حوالي 27 دقيقة، ولكن بعد اكثر في كلام، لان مثل ما قلنا الموضوع طويل ويريد له العديد من المحاور والعديد من النقاش. نترك الان الكلمة الى الأستاذ حميد خنجي عضو اللجنة المركزية للمنبر التقدمي، فليتفضل. هيا. صوت واضح؟ واضح. مساء الخير جميعا، مبارك عليكم الشهر، لمن يصوم ولمن لا يصوم لا أعذار، يعني مثل مثلا أنا مريض ما أصوم لأنه مريض فأسوي كفارة. طبعا مثل ما ذكر المنتدى صاحب المجلس على أهمية هذا الموضوع، ما أدري ليش يجي ما طلع شغل ها؟ يعني الموضوع جدا كبير، واعتقد الاستاذ رضي او الرفيق رضي ما خلى شيء لي انا، ولو ان المنطلق مالك الاقتصادي وهو زين يكمل، يعني ممكن نتكلم نكمل بعض، لان انا اختلف في وجهه نظري السياسيه مع الاقتصاديين. انا ما ادري الاستاذ رضي هو اقتصادي يعني دارس اقتصاد، او ان اللي طرحه هو شخص اقتصادي، يعني مو شيء هين، لكن أنا أدش من باب آخر شوية، من باب البوليتيكو إيكونومي، يعني لأن الإيكونومي بروحه ما له أي شو اسمه، وبالتالي أيضا أدش من منطلق نقدي تجاه الذات يعني أكثر. يعني إحنا سنوات نتكلم كثيرا وننتقد الحكومات والغير، وهذه اللي تفضل بالرفيق رضي لا ينطبق بس على الدول العربية، ينطبق حتى على الدول الإسلامية القريبة. هذا الفساد موجود في قلب إيران، هذا الفساد موجود في قلب باكستان، هذا الفساد موجود في دول آسيوية كبيرة ويمكن أكثر. زين، المهم أنا أحاول أقرأ لأن كتبته وما عندي يعني شو اسمه يعني حسنا. سؤال كبير في حجم التحدي الحياتي الذي يواجه أمة العرب وبالتالي البلدان العربية والساكنيها من قبل الشقيقات أي الأقليات الكبيرة والصغيرة غير العربية التي تعيش على الأراضي العربية الشاسعة وتشارك مستقبلها وآمالها العريضة، هو تحدي من نوع أن نكون أو لا نكون، تلك هي القضية وهي الصرخة التي أطلقها بطل أشهر مسرحيات شكسبير. بنظرة أولية لحال العرب اليوم وما تواجهه من تحديات كما أسلفنا، سواء من قبل رجل الشارع العربي العادي أو الأكاديمي المختص أو حتى من قبل الناشط السياسي الإصلاحي منه أو الثوري، لابد أنهم جميعا سيصابون بالإحباط كحال معظم المثقفين المنزوين عن أي نشاط، هذا شيء صار غلط الحذف صار، أو كالبعض الآخر المتربعين في كراسي الكوفيشوبات في المالات والآخر والجالسين في البيوت في أغلب الأوقات وهم في حلة وحال على الشأن العام، أو من يقضي جل فراغه في الحانات بحثا عن الزمن المفقود وهروبا إلى الأمام من الزمن الأسود الذي نعيشه. يعني مثل ما قلت كلامي انتقادي تجاه نفسنا قبل غيره، قبل النظام يعني قبل النظام العربي. طبعا هذا لا يعني أن لا يرفه المرء عن نفسه، ولكن بتقديري في اعتدال وليس على حساب شؤون الوطن أي مستقبل أبنائنا وأحفادنا. غير أن حركة التاريخ أو حركة الواقع الموضوعي بتقديري ليس كجادة نيفسكي الطويل والمستقيم في مدينة سانت بطرسبرغ الذي تكلم عنه لينين
منتقدا السياسيين الفوضويين في عصره حول اعوجاج تلك الحركة. يعني حركة التاريخ ما يمشي السيدة كذي مثل يقول شارع باب البحرين مثلا أو شارع أي شارع. تلك الحركة واستثناءاتها وحتى مفارقاتها. أنا شخصيا لست متفائلا بأي تغيير إيجابي سريع في الوضع العربي بسبب المعيقات والعقبات الصعبة والكبيرة التي تعيق تقدم العرب ووحدتهم الفعلية ليس الشكلية، وهي أي المعيقات جاثمة أمامنا وضاغطة على صدورنا بشكل لا يعطي المواطن العربي أي فسحة واقعية للتعبير عن رؤيته ورأيه، ناهيك عن مشاركته في أمور بلاده، حيث هامش الحرية تنكمش سريعا مثل ما تشوف الآن، يعني خاصة منذ اندلاع الثورة المضادة على يد الرجعية العربية المحافظة منها وغير المحافظة، وبسند من القوى الإمبريالية اللتين خافا جزعا من أي تغيير نوعي وتقدم فعلي لدنيا العرب على أثر انتفاضة العرب الكبرى في بدء العقد الثاني من الألفية الثالثة الألفية الحالية. وما كان يحمله ذلك الزلزال ربي العربي يعني أقصد من آمال وأحلام لتحسين موضع العرب الدولي في مصاف الأمم الأخرى، أما الآن وقد نجح أعداء العرب الداخليين والخارجيين إلى حد ملحوظ في الالتفاف على التوقعات المأمولة للجماهير العربية والمحقة، حيث أضحى التغيير التقدمي والاستقلالية الفعلية للدول العربية أكثر صعوبة من ذي قبل. في الوقت الحاضر طبعا تشوفون وايد أصعب الآن صار. باعتقادي الحين هني نشوف الطرف الآخر. باعتقادي أن قوة أعداء العرب ليست مجلوبة من الإمكانيات المادية الضخمة والمتوفرة في يد المرفهين العرب بحسب، أو في الإمكانيات الفنية والخطط الجهنمية القادمة من الغرب الإمبريالي، وذلك للمصلحة الطبقية المشتركة فيما بين الحليفين المذكورين الذين من مصلحتهما إعاقة أي تشييد حقيقي للمجتمع المدني العربي الديمقراطي والمؤسسات المنشود، وهو الطريق المرحلي والضروري لتقدم العرب اللاحق، وذلك على صحة قوة هذا العامل. يعني هذا السبب موجود، ولكن الإشكالية الكبرى تأتي في تقديري من عاملين آخرين يلعبان دورا تاريخيا لوعد أي مشروع عربي أو حتى ليبرالي عادي. يعني ليبرالي يعني شبه غربي شبه تابع، لكن أوكي. العامل الأول هو السيادة وعي مزيف لدى غالبية الناس في المنطقة العربية أدى إلى زرع أوهام ميتافيزيقية لدى الجماهير العربية الدهماء. سلاح هؤلاء يعني سلاح الجماعة تدين إسلاموي شكلي وتفسير مصلحي للدين، ونقصد بالوعي الاجتماعي هذا الإسلام السياسي لا غيره، وبالطبع ليس الإسلام الفعلي الذي جلب على خلقه آباؤنا وأجدادنا والسابقون واللاحقون من العائلات العربية والإسلامية المتدينة باعتدال منذ الثورة المحمدية الظافرة وما تلاها من انتشار سريع للإسلام العظيم في مشارق الأرض ومغاربها، وهو أي الإسلام الذي كان يدعو لتساوي البشر كلهم. هاي رسالة الإسلام الأساسية اللي لحد ما تفرق للدينين اللي قبل، يعني حتى نوعيا الذي جلب على محاربا التخلف الاجتماعي والثقافي في كل صوره
بجانب النبذ التاريخي للرق في الإسلام أينما كان، مثل ما تعرفون يعني عتق رقبة هذا من الأشياء الكبيرة في الإسلام يعني. ولكن ما حدث من تطور سلبي لاحق في دنيا المسلمين في العصر الوسيط، خاصة بعد قتل المأمون وتحطيم دار الحكمة وتهافت القيم الإنسانية من قبل قاضي القضاء الغزالي الذي دشن لعصر التراجع الذي اشتهر بعصر الانحطاط من خلال إغلاقه باب الاجتهاد، وهو الباب السحري الذي كان سيتقدم العرب والمسلمون من خلاله لو لم يزل. أي باب الاعتراف الرسمي والشرعي للاختلافات الفقهية والقانونية، يعني اللي كان صائد قبل الغزالي عن دنيا العرب، واختلاف البشر الفكري والمنطقي من في أي شأن من شؤون الحياة. إن لما حصل في ذلك عصر وقبل ألف عام في حاجة إلى مقارعة موضوعي وبحوث علمية ليس مجالها هذه السانحة المختار لسبب آخر. أعتقد وبشكل أولي أن الفكر الطوراني، سمعوني زين ترى، وفهم الطورانيين الشكلي للمبادئ الإسلامية كان أس ذلك التراجع التاريخي. هذه أيضا مادة خصبة في حاجة إلى المتخصصين لمقارعتها. وما أشبه الليلة بالبارحة حينما نرى بزوغ دكتاتور عنيد باسم الإسلام في أراضي الأناضول، قد يعمل أي شيء في سبيل تشييد دكتاتورية جديدة إسلاموية، إسلاموية مسلمية، وفي سبيل طموح شخصي لا حد له. الغريب وكما أسلفنا عن مسألة الوعي المتدني في الوقت الحاضر لدى الناس، إن جلهم يعني جل المسلمين يعني جل السنة خلي أقول بصراحة هذا يؤيدون هذا الدكتاتور الجديد بالأسف، وذلك بخديعة ملتوية وهي أنه قادر على توحيد المسلمين، ناسين هؤلاء وأولئك أن الحرية هي السبيل الأضمن لتوحيد المسلمين، ومن خلال رجل دولة عصري يعشق الحرية لشعبه قبل أي شيء آخر، لا من خلال العصف أو الاستبداد من قبل طاغية جديد. هذه موجود أمامنا الآن وما يمثله، والباقي جاي طبعا. قلنا أعلى عاملان معيقان، أنا قلت تكلمنا ما فيه الكفاية عن العامل الروحاني المزيف الساجن لإرادة الناس الحرة والمغلق على أياديهم بإغلال سحري ذي قوة مرعبة. أما العامل الثاني وهو الأهم بالنسبة لنا بالنسبة للقوى الديمقراطية في بلدنا ولهذا المحفل الحر، وهو للأسف الشديد ضياع البوصلة العلمية لدى القوى السياسية لهذا التيار. هذا نقد تيارنا كلنا يعني الموجودين، وغياب الحد الأدنى من الانسجام بينها، ناهيك عن عدم تعاملها الواقعي المرجو مع الوضع المعقد والملتبس بسبب ضعفها المعرفي البين وتخبطها في المواقف السياسية المتناقضة. هذه الحدة والمواقف العاطفية في علم السياسة موجودة لدى الفصائل الثلاثة لدينا بشكل أو بآخر، ومتباينة بالطبع هنا وهناك. لابد من ذكر أن هذه الظاهرة غير الصحية موجودة لدى أغلب القوى الحداثية والديمقراطية تقريبا في كل البلدان العربية في الظرف الراهن، عدا شيئا من الاستثناءات في كل من تونس والمغرب، حيث أن الرأي العام والمجتمع المدني
في هذه البلدين يتسمان بدرجة ملحوظة من الحضور والمشاركة والنشاط، خاصة تونس حيث أن المغرب مبتلى بشكل أكثر من تونس بالتخلف والفقر المدقع والسيادة وعي إسلاموي، وخاصة في القرى المغربية أكثر من تونس طبعا. أما بقية بلدان الشرق العربي وخاصة منطقة شرق المتوسط فحدث ولا حرج، قالها الرفيق، حيث الحروب الطائفية مشتعلة وهي تأكل الأخضر واليابس. ولعل الأغرب أن ظاهرة التطرف والإرهاب الدينوي المذهبي هي ظاهرة أكثر تعقيدا مما تسوقه لنا الإعلام العربي والغربية، وهي بدورها في حاجة إلى مقارعة نقدية وتحليل علمي سليم. وقد تكون إحدى الموضوعات المهمة التي أقترح على هذه المجلس العامر أن يجريها في أسبوع من أسابيعه المحدودة، قصدي الإرهاب الموجود يعني. ولعل الضحكة أو الأكذوبة الكبرى أن حاميه حراميه، مثل ما احنا نقول المثل المأثور، بمعنى أن القوى العالمية المتنافذة وشركائها المحليين انطلاقا من مصالحها الأنانية اختلقت اليوم داعش وغدا تختلق شيئا آخر، لكنها تدعي في وضع النهار أن من أولوياتها المتجسدة حسب ادعائها محاربة هذا العدو الوهمي وهو الإرهاب. طبعا لما أقول مو وهمي بالمعنى الرمزي، هو مو وهمي لكن قصدي أنه يعني هذا الجماعة خلقوا من وين، ومثل ما قال أخ نتيجة الفقر ونتيجة إلى آخره ولا آخره يعني. عودة إلى نقصنا المعرفي جميعا، بل وحتى عجز القوى الطليعية العالمية عن فهم عالم اليوم المعقد، والذي سماه الألمعي البرتغالي الكبير جيرونيمو دي سوزا العصر الغامض أو غير الواضح، uncertainty بالإنجليزي يسمونه، هو التخبط يعني وضعنا هنا في فهم وتقييم سمة العصر والتناقض الأساس والثانوي في عالم اليوم، وكيف يجري التاريخ المعاصر أمامنا، وكيف يكون بنية العالم في العقود القادمة. هني أبي أبين شوي إن يعني أحد السمات الأساسية للعصر اللي إحنا لازم المثقفين نعرفه، حتى المشكلة الموجودة في العالم والصراع بين الغرب والشرق، هو مسألة انتقال العالم من أحادية القطبية اللي هي أمريكا والغرب التابعين الأوروبيين يبون هاللون لمصالحهم، لذلك يقومون بشيطنة بوتين وشيطنة روسيا، ويستأسدون من أجل عدم انتقال العالم من أحادية القطبية إلى تعدد الأقطاب. وهذه عملية موضوعية مؤلمة، لأنهما يسبحون عكس التيار لكن لهم قوة يسوون يعني كل هذه الأمور اللي نشوفها، والصراعات هي جاية طبعا من هذا الباب لازم نشوفها. النقطة المهمة الأخرى التي أرى أنها ضرورية من استيعابها من قبل القوى الطليعية والديمقراطية العربية، هي ضرورة فهم البنية الخاصة للمنظومة العربية المعقدة. منظومة عربية ترى واي معقدة، لازم نعرف ليش يتكاتفون مع بعض كلهم في النهاية، لكن إذا يوم من الأيام صار تحول يصير أيضا له جانب إيجابي، لأن كل واحد طلع الثاني زين. فهم للمنظومة العربية ومحاولة استشراف القوانين الموضوعية الخاصة المتحكمة للمنظومة هذه، الأمر الذي يؤدي بدون شك يعني قصدي عند فهمنا هالتركيبة إلى عمل الأفضل ومردود أغنى للنشاط والحراك السياسيين العربيين للقوى السياسية وحركة الجماهير العربية المطلبية والديمقراطية، بجانب الضرورة القصوى من إعادة إنتاج الفكر وتحديثه. إحنا بالنسبة لنا كلنا
من لدن القوى الطليعية العربية، من ماركسيين وقوميين وتقدميين وبعثيين وليبراليين أحرار وحتى المستنيرين المسلمين. يعني احنا نعرف ان في حركة صغيرة إسلامية لكن مستنيرة، هذه لازم تتعز، هاي جزء من من محورنا يعني اكيد، بجانب العمل المشترك والضروري فيما بين هذه القوى الأربعة. هي القوى الطريق الأوحد للهجوم المضاد ضد قوى التخلف وضد كل المعيقات لتقدم العرب، حيث الإمكانات الكامنة لديهم، يعني لدى العرب، من تاريخ وثقافة وحضارة وجيوبوليتيك متميز في وسط العالم، بجانب الثروة العربية في باطن الأرض وعلى أديمها. من هنا فإن الغرب الإمبريالي يدرك جيدا ما للعرب من ميزات، ومن هنا سر مشاريعهم الجهنمية المتنوعة لإعاقة المستقبل المأمول للشعوب العربية. طبعا هني ما بي يعني في أمور كثيرة إنه يعني إيه تقريبا خلاص، يعني مسألة إنه يعني أنا باعتقادي اليوم في صراع بين نوعين من الرأسماليين على مستوى العالم. نترك إحنا التوابع في الرأسمالية الغربية بقيادة أمريكا وتوابعها مثل ما قلنا، الرأسمالية العجوز القديمة، وفي رأسمالية ناشئة حتى في مناطقنا يمكن في بشكل جنيني. هذا الصراع بين هذه أنا يتراولي هو الآن التناقض الأساسي في على مستوى العالم. إدراك هذه الأمور كلها يمكن نظرية مهمة من قبل المثقفين والناشطين السياسيين. وشكرا على استماعكم.